أهلا بكم. افتتحت عصر اليوم في أستاد أسمرة بطولة شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم ما دون 20 عاما، ورحب رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم السيد تسفاي جبريسوس في كلمته في الحفل بالفرق المشاركة، موضحا بأن إريتريا نشطت منذ غداة التحرير في سنة 1992 بتطوير اللعبة، مشيرا بأن البلاد نالت عضوية اتحاد شرق ووسط أفريقيا سيكافا في سنة 1994، كما انضمت أيضا في نفس السنة للاتحاد الدولي للعبة الفيفا، أيضا انضمت في سنة 1998. وأعرب السيد تسفاي عن امتنان بلاده بتنظيم بطولة شرق ووسط أفريقيا ما دون 20 عاما، مشيدا بجهود الحكومة لإنجاح البطولة، وشكر جميع الجهات والاتحادات التي ساهمت على تنظيم البطولة. بدوره أثنى رئيس اتحاد شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم ليغار تينغان في كلمته على حفاوة الترحيب من قبل الشعب والحكومة الإريترية، مقدرا جهود إريتريا في تنظيم البطولة، موضحا بأن طريقة تنظيم إريتريا للبلاد تبشر بتطور اجتماعي واقتصادي كبير للمنطقة، إلى جانب توثيق أواصر الأخوة بين شعوب المنطقة، متمنيا بتقديم مباريات نزيهة تليق بروعة التنظيم، كما دعا الجمهور الرياضي أيضا إلى متابعة المباريات. من جهته أوضح ضيف الشرف معالي وزير التعليم سمر الرؤسون بأن مناسبة تنظيم البطولة الخامسة لشباب شرق ووسط أفريقيا تعكس مسيرة التنمية والازدهار الحالية والمستقبلية للمنطقة، مضيفا بأن الرياضة لها تاريخ طويل بالمنطقة، وأشار بأن الرياضة تخدم التحرر والرخاء من خلال نشر الوئام والعدالة والمساواة ونبذ الجشع. وفي الختام شكر معاليه كافة الجهات التي ساهمت على إنجاح التنظيم متمنيا بالتوفيق والنجاح للجميع، كما قدمت في حفل الافتتاح أعمال فنية تمجد البطولة، ثم تلا ذلك مباراة بين منتخبنا الوطني ونظيره التنزاني انتهت بانتصار لمنتخبنا بهدف دون مقابل. هذا وتشارك في بطولة شرق ووسط أفريقيا ما دون 20 عاما منتخبات إريتريا وتنزانيا والسودان وكينيا والصومال وأوغندا ورواندا وزنزبار، وضيف البطولة المنتخب اليمني. أوضح التعليق السياسي بأن المواطنين الإريتريين المقيمين في المهجر أصبحوا نموذجا للجاليات الأخرى، وذلك بوضع قضايا وطنهم فوق كل الاعتبارات وإظهارهم مشاركة واسعة وفعالة لإنجاح حملة التصدي الوطني وسعيهم الدؤوب والمستمر لنقل ثقافة وتاريخ وقيم مجتمعهم للأجيال اللاحقة. وجاء في التعليق السياسي أن المواطنين المقيمين في المهجر يحملون دوما هموم وطنهم وشعبهم، وأنه بهذه الروح أنشأوا في الخارج إطارا تنظيميا قويا ليتحولوا جميعا إلى سفراء لوطنهم، ووضعوا على عاتقهم مسؤولية إيصال صوت شعبهم المناضل الذي يتصدى لقوة الاحتلال إلى المحافل الدولية، كما أصبحوا سندا قويا ماديا ومعنويا. كما أوضح التعليق السياسي أن مستوى التفاعل والإسهام الذي أبدوه في حملة التصدي، وذلك عندما تجرأ الأعداء للنيل من السيادة الوطنية عبر دعمهم ورعايتهم لأسر الشهداء والدفع بعجلة التنمية الوطنية إلى الأمام، يقف شاهدا حيا على مدى تماسكهم وارتباطهم الوثيق بوطنهم وأمنهم. وذلك في إشارة إلى تعبير فخامة الرئيس إسياس أفورقي في إحدى مقابلاته الصحفية عن الدور الذي يلعبه المواطن الإريتري بالمهجر، قائلا إن خاصية التميز للمواطن الإريتري في الخارج تكمن في عمق حبه للوطن. وعلى هذا الأساس فإن الإريتريين في المهجر، وانطلاقا من إدراكهم بأن عظمة الإنسان الإريتري تتحقق في أرضه السيادية، يعتزون بهويتهم ولا يقتصر اهتمامهم ورعايتهم لوالديهم وإخوتهم، بل يعملون على رعاية كل من هو في حاجة إلى الدعم. وأضاف التعليق السياسي أن أنشطة المواطن الإريتري بالخارج تنصب في خدمة المصالح الوطنية على الدوام، وذلك عبر عملهم بعد أو بجد لتحقيق السلامة الوطنية برفع أصواتهم الرافضة لاعتداءات قوى الاستبداد عبر تنظيم مسيرة هادرة. كما اهتم المواطنون أيضا بالمهجر بتعريف أبنائهم بقيم وثقافة وتاريخ وطنهم وتوريثهم لقيم وتقاليد مجتمعهم غير إقامة أو عبر
إقامة المهرجانات والتجمعات الوطنية. وبهذا فإنه ليس من المبالغة القول بأن الإريتريين يمثلون نموذجا رائعا للجاليات الأفريقية وغيرها من الشعوب في المهجر. واستطرد التعليق السياسي هذه الحقائق التي بثت الرعب في نفوس الأعداء دفعتهم لبذل جهودا فاشلة من أجل إضعاف وشائج روابطهم بحكومتهم وشعبهم إلى أنهم عادوا بخيبة أمل. أعربت الفرق المشاركة في دورة شرق ووسط أفريقيا سيكافا عن ارتياحها التام بما تنعم به إريتريا من سلام واستقرار. المسؤول التنفيذي للمنتخب اليوغندي تحت سن العشرين السيد فيصل محمد، والذي قدم للبلاد للمرة الثانية، قال لوكالة الأنباء الإريترية أنه لاحظ تحولا ملحوظا من حيث التطور والازدهار، وهذا مؤشر كبير لمستقبل إريتريا المشرق. أعرب سكان ضاحية دورفو في الأقليم الأوسط عن بالغ امتنانهم لما هيأته لهم الدولة من خدمات مياه شرب نقية وصحية ومتكاملة وناجزة. وقال السكان أن ما تقوم به الحكومة يعتبر استمرارا لجهودها المتواصلة لتوفير الخدمات في كافة أرجاء البلاد، لا سيما في المناطق الريفية النائية. وبعد أن أمن مدير ضاحية فرو السيد عمر إبراهيم جبيب على ما جاء في حديث السكان، طالب وزارة التعليم للحد من تأخير المعلمين عند بدء العام الدراسي. كما أوصى السيد عمر إبراهيم جبيب السكان للاستفادة من الخدمات الاجتماعية. يقوم سكان ضاحية عبد الأمن بمديرية لوغو عنسبا في أقليم الجاشبركة بحملة نفير جماعي واسعة النطاق تستهدف حماية المياه والتربة وصيانة طريق دق شحاي وعبد الأمن البالغ طوله 16 كيلومترا. ووصف المواطن زرقوم بهلبي الذي يشارك في النفير الجماعي مشاركة المواطنين في الحملة بالإيجابية. وأوضح المسؤول التنفيذي للضاحية السيد ملأكي جرهلاس بأن الحملة تستهدف، وإلى جانب دلالتها الملموسة، تستهدف دور المواطن فيما تشهده الضاحية من تنمية. وأضاف المسؤول التنفيذي لضاحية عبد الأمن بمديرية لوغو عنسبا السيد ملأكي جرهلاس أن الخدمات الكهربائية التي تعمل لمدة 24 ساعة دفعت بعجلة التنمية بالضاحية. سيدات والسادة، نعود إليكم بعد لحظات لمتابعة الأخبار العالمية، فابقوا معنا. المنتخب الوطني الإريتري مع منتخب تنزانيا، وبالفعل فاز المنتخب الوطني. ما تقييمك لمباراة اليوم والافتتاحية أيضا؟ في البداية شكرا عمر أحمد، وكما ذكرت البداية بداية موفقة وبداية جيدة جدا لمنتخبنا الوطني في الاستحقاق الذي يستضيفه على أرضه وبين جماهيره في النسخة الخامسة من بطولة دول شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم. والبداية بداية موفقة جدا، لأنه المباراة الافتتاحية يعني تعطي دافعا معنويا كبيرا لمنتخبنا الوطني كونه استضاف هذه البطولة لأول مرة في تاريخه. وأيضا يعني شهدنا مباراة قوية وشهدنا العديد من الهجمات والهجمات المتتالية من كلا الفريقين، وخاصة من مهاجمي منتخبنا الوطني لكرة القدم. وكانت هنالك العديد من السوانح لإحراز هدفا ثانيا يقضي على أمال المنتخب التنزاني للعودة إلى المباراة، وفي الجانب المقابل يضيف هدفا آخرا كان سوف يريح أعصاب اللاعبين والجماهير القفيرة التي توافدت إلى استاد أسمراء الدولي منذ الساعة الواحدة من اليوم يوم السبت. وهذه بعض اللقطات، ونشاهد ضربة الجزاء والتي من خلالها تمكن منتخبنا الوطني من إحراز الهدف الوحيد والهدف الذي أهلنا للخروج بنقاط المباراة الثلاثة، وهدف يعني كان يعني من ضربة جزاء، وهذه ضربة جزاء صحيحة بعد عرقلة كبرى عند مريم داخل منطقة الجزاء، وتمكن أبراهام تيدرو
فيروس عقب من إحراز الهدف في شباك المنتخب التنزاني والذي شهدناه قويا خاصة في الشوط الثاني بعد تراجع منتخبنا الوطني بعض الشيء في الشوط الثاني للمحافظة على الهدف الذي أحرزه في الدقائق المحتسبة بدل ضائع من الشوط الأول. نشاهد احتفالات شباب جمال البحر الأحمر وهذه هي الجماهير التي توافدت بشكل كبير وكبير جدا إلى استاد أسمر الدولي، واستاد أسمر الدولي يعني شهد يعني لوحة فلكلورية جميلة من الإبداع الإريتري من الفنانين والرياضيين، ونتيجة إيجابية ونتيجة تصب في مصلحة الوطن وفي مصلحة الجميع. شكرا جزيلا الزميل عبد الوهاب على هذه الاستفاضة عن مباراة اليوم وعن الافتتاحية. مشاهدينا الكرام، إذن وصلنا بكم إلى ختام محصلتنا الإخبارية من الفضائيات الإريترية. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.